ودي مره تانية برحب كابتن عمرو. شايف ماتش حرس الحدود ازاي وشايف النقله ازاي يا كابتن عمرو؟ لانه انت بتتكلم على تتويج ببطوله افريقيا، فرحه كبيره جدا، ونهايه مشوار يمكن يكون صعب، اصعب مشوار خاضه الاهلي في بطولاته السنه دي، ثم فتره راحه لجزء او عدد كبير من قوام اللعيبه الاساسي، وعدد كبير استمر في مشاركته مع منتخب مصر، منهم اللي لعب ماتش غينيا، منهم اللي لعب ماتش جنوب السودان، وبترجع الفرقه تتلم قبل 48 ساعه من فتح صفحه الدوري ومباراه حرس الحدود. بص يا المقدمات دي تقلقك او ليها حسابات مختلفه؟ لا لا، اقول لك على حاجه. الراجل قبل ما يكون بيفكر ان هو تم التتويج وفرحوا ورقصوا وغنوا في المغرب، 90% هيكون مهتم جدا انه يشرح للاعيبه بامور جماعيه او فرديه فترة راحتكم، يعني جزء منهم كبير قوي بأكتر من 9 لاعبين استنوا في المغرب عشان منتخب مصر في مباراة غينيا، وبعد كده رجعوا. كل ده إجهاد عليهم. نمرة 2، هو الراجل بيشتغل ملف ملف على حدة، يعني عارف الهدف من مباراة الوداد دي تكملة سعية الانتصارات، تكملة كبيرة. أنت خدت بطولة مهمة جدا وكنت يعني مشدود نفسيا وعصبيا، كان الشارع المصري كله عنده نبض المباراة الوداد دي ازاي تحسم بايجابيه، وتم التتويج وعلى اكمل وجه باداء ومستوى وفرض سيطره لعيبه النادي الاهلي اللي كان ممكن يخلي المباراه فيها سكور اكتر من مباراه القاهره بكتير. بعد ما تعادلنا يعني. بعد ما تعادلنا ممكن نوصل ل4 5 اهداف بعد هدف التعادل. في نفس الوقت اتكلم مع اللعيبه ان راحتكم، ان انا محتاج كل لعيب فيكم الفتره اللي جايه، احنا اتوجنا ومطلوب مننا المزيد اللي جاي. أنا راجل قالها قبل كده، قال لك أنا راجل جعان بطولات. شوف الراجل قال كلمة بالنبض المصري بتاعتنا إحنا، كلمتنا إحنا، أنا ما بشبعش، أنا عايز تملي أخد بطولات. الراجل دلوقتي هو جمع لعيبته، اتكلم معاهم، خد أجازته، كل واحد ريح بطريقته قبل ما يسيبهم وهو يسافر، وهم يسافروا أو هم يبقوا موجودين في مصر أو جزء منهم ينضم للمنتخب. حط نقط وحط ضوابط معينة لكل واحد يتصرف بيها إزاي. رجوعه للدوري هو كفيل قوي، أو رجوعه لمباراة الحرس 48 ساعة. أنا محتاج التحام المواسم اللي بقالها فترة دي، محتاج كل واحد فيكم، محتاجه دلوقتي ومحتاجه بعد شوية، محتاجه في السوبر، والمنتخب محتاجه. أنتوا الهيكل أو الشكل اللي تقدر تتوج. بيحصل مثلا تتويج مثلا لبيراميدز أو ظهوره على ارتفاعه على مستوى القمة مؤقت لغاية ما النادي الأهلي يجتاز مباراته المتبقية. أيوه. هو مطلوب. شايف ان في منافسه قويه على الدوري السنه دي؟ بص، هو في منافسه بس منافسه مؤقته، يمكن انا قلت اللفظ ده دلوقتي لحضرتك مؤقته، لان انا ايه، الاهلي مش موجود. أي. الاهلي بيلعب بره، في ماتشات مؤجله ليه 4 أو 5 ماتشات. الاربع مباريات اللي انا كلمت حضرتك عليهم دول ب 12 بونت ان شاء الله يكون حليفه المكسب. ال 12 بونت دول بص عد الرقم قد ايه، وكله لعب للاسبوع ال 30. انا بسالك على المنافسه في الدوري عشان انا جاي لك على شكل المنافسه. لا، احنا شفنا يعني شفنا مستوى الاهلي في المنافسه عالميا، وعارفين محتاجين، ممكن نبقى عارفين محتاجين ايه عشان نقدر ننافس بشكل افضل. شفنا مستوى المنافسه افريقيا، سواء يعني انا خصيت الوداد وسان داونز بما ان هم اكتر فرقتين يمكن كملوا مع النادي الاهلي واحسن اداء شفناه من سان داونز الفتره اللي فاتت، وشفنا المنافسه محليا ان الاهلي فيها رغم ابتعاده بفرق بعدد مش قليل من الماتشات، لكن ما زال يعني في صداره الدوري، وحاسم 2 سوبر و1 كاس، الاثنين على حساب اقوى منافسين محليا، يعني انجاز التعبير ان انا اسميهم اقوى منافسين، بيراميدز والزمالك. فيهمني جدا عشان انا عايز انقلك كمان شويه للمنافسه السنه الجايه. شكل البطولات مختلف، عدد البطولات مختلف، نوعيه البطولات مختلفه، ودي هتستدعي ان تبص للموسم كله بشكل مختلف. بص يا ابو حميد، الراجل واقعيته او اسلوبه الاحترافي، اما قال لك انا مش لازم اشترك في كل حاجه واعتذر عن الرابطه واعتذر عن كاس العرب، قال لك انا محتاج افكر وابقى جاهز وعايز اقدم اوراق اعتمادي، انا قدمت منها جزء كبير، عايز اكون يبقى حقيقي. انت شايف كابتن عمرو ان كولر بعد كل ده، يعني هو كل ده مش كتير يعني في عمر او في تجارب المدربين، يعتبر مش فتره طويله قوي، ما قدمش اوراق اعتماده بس فندم، ما قدمش اوراق اعتماده. هو ده، هل شايف ان كولر ما زال في حاجه انه يثبت حاجه لحد؟ لا، هو بص، مش يثبت، هو اثبت. كلمه المعنى يختلف. هو اثبت. هل محتاج اثبت ليه بقى؟ اثبت ان انا ثعلب مكار، الجمله اللي هفضل اقولها عليه من اول يوم جه مصر، بيعرف يتعامل مع كل مباراه، بيعرف يحترم كل فرقه، بيعرف يسيطر امكانيات لعيبته ويوفر مجهود اداء لعيبته بالسيطره التامه على مجريات اي مباراه، اذا كانت محليه او اذا كانت عالميه او اذا كانت افريقيه.